ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فأمه هاوية، ما أدراك ما هي؟ نار حامية. هذا موقف موقف هائل، ما تدري يطيش ميزانك ولا يثقل، وسعادك وشقاوك تترتب على هذا، على ميزانك يوم القيامة. فتأهب لهذا، هذا الميزان، وهو ميزان حقيقي له كفتان، كما جاء في الحديث له كفة، له لسان وله كفتان، توضع فيه الأعمال في كفتيه. وهذا من عدل الله جل وعلا بين عباده، لا يظلم أحدا. نعم.